الاختيارات دي اللي هي كلاينت ديفايس، هوست ديفايس، وداتا ستور ايسو فايل، وكمان في عندنا اهو الكرنت ايه الكونتنت لايبرري ايسو فايل. دوس كليك عليها، في عندنا اهو اللايبرري جواها تو ايتمز. هنختار مثلا يعني انا عايز اماونت الويندوز، حط اي ايسو ايمج انا عايزها. اوكي قول له اوكي، بس نصبر عليه شويه لحد ما يحصل اللودينج هنا يا شباب، وخصوصا كمان لو هي في ريموت سايت نصبر عليها شويه على حسب طبعا سرعه الكونكشن. الريموت سايت يستحسن ان الايسو ايمجز في اللايبرري تكون ستورد لوكالي. اهي بص شوفوا يا شباب، ظهرت اهي سي دي او دي في دي الويندوز اللي انا حطيتها، يعني مش مشكله يعني عشان الاوتو ران اوبن. تمام من الكونتنت لايبرري، جميل قوي. طيب خلونا بمناسبة بقى ان الموضوع ده انا كنت بحاول انجزه في فيديو واحد 25 دقيقة، لكن ابتدى يسجل في الفيديو التاني اللي حضرتك بتشوفه دلوقتي ده، فخلينا نعمل كمان نحط فيرتشوال ماشين في كونتنت لايبرري. فنيجي هنا على الفيرتشوال ماشين مثلا رقم 2 دي اللي هي مطفية، انا هختار واحدة مطفية عشان بس السرعة مش اكتر، سرعة الكوبي. اوكي وهقول له هنا كلون، المره دي في كلون تو تمبلت وكلون تو تمبلت ان لايبرري، اختار لايبرري. طبعا احنا نقدر ننشئ اكتر من لايبرري يا شباب، مش بالضروره لايبرري واحده، اقدر عادي جدا انشئ اكتر من لايبرري لاكتر من غرض. اختار اتش كيو لايبرري، وهنا اوكي التمبلت هيكون اسمها كده واسميها مثلا تمبلت، هنا بقى هسميها ويندوز 7 32 بت تمبلت. طيب هل preserve الماك ادرس، هل احتفظ بنفس الماك ادرس؟ لا. include extra configuration بالنسبه لنا احنا دلوقتي لا، خلاص اوكي. حاليا هو in progress هنا على اليمين بيحولها حاليا الى الكونتنت لايبرري. خلونا نروح نفتح اللايبرري نفسها ونشوف content libraries. اوكي دي اللايبرري، هنا الايس ايمجز خلاص. نشوف هنا التمبلت، ادي تمبلت اي بس طبعا لسه نفس الكلام، ستورد كارنت لايبرري لوكالي، عفوا ستورد كارنت ستورد كونتنت، ستورد كونتنت لوكالي نو لسه شغال. اوكي نديله شويه وقت كده ونرجع. تمام كده التمبلت خلاص دخلت في الكونتنت لايبرري. ازاي نقدر نعملها ديبلوي؟ نرجع هنا للفيرتشوال ماشينز او للهوستس اند فيرتشوال ماشين اند كلاسترز. اوكي وننشئ فيرتشوال ماشين جديده، رايت كليك اوكي كونتنت نيو فيرتشوال ماشين، بس المره دي هنقول له فروم لايبرري. خلاص هو هيجيب الـ هيعمل سيرش وهيجيب الموجود، ففي في اللي هي الويندوز 7 دي التمبلت الموجوده. نيكست هنديلها طبعا اسم جديد ونختار فين يتعملها ديبلويمنت، ونيكست نيكست نيكست والى اخره وخلاص. موضوع يعني ممكن اقول له مثلا كمان هو كاستمايز دي اوبريتنج سيستم، نيكست نختار كاستمايزيشن بروفايل لو احنا عندنا بروفايل كاستمايزيشن بروفايل. تمام نظام بس اختار بروفايل، يعني لو احتجت ان انا اختار كاستمايزيشن بروفايل بس. تمام وباقي الويزرد احنا عارفينه. تمام وبمجرد ما بنضغط على اوكي نختار الداتا ستور، نيكست نتورك نيكست، ادي السامري، وبمجرد ما هنضغط على فينش هيبتدي الفيرتشوال ماشين ديبلويمنت من المره دي من التمبلت اللي في اللايبرري. اوكي وبكده احنا خلصنا موضوع الكونتنت لايبريز، و كالعاده يعني الكونتاكت انفورميشن موجوده تحت اهي، ولو مش متابع اليوتيوب شانل من فضلك اشترك لو حبيت. بس تمام شكرا جزيلا ليكم، نتقابل في التوبيك الجاي ان شاء الله. الموضوع اللي جاي هو الهوست بروفايلز. شكرا مع السلامة.